عميد هيثم، إذن ما هو تفسيرك لما تشهده إدلب الآن من فوضى واغتيالات وعمليات مفخخة وما إلى ذلك؟ تحية لكم ولضيوفكم وللسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم جميعا بألف أهلا خير. وسهلا. طبعا أهم أسباب هذه الفوضى الأمنية التي تشهدها محافظة إدلب يتعلق بمجموعة أمور. الأمر الأول هو الصراع داخل الفصائل والمجموعات الإرهابية التي تتنوع تبعيتها ويتنوع تمويلها أيضا. الأمر الآخر هو الصراع على السلطة بين تلك المجموعات. الأمر الثالث هو أيضا الصراع على طريقة معالجة المرحلة القادمة، خاصة أن الجيش العربي السوري قد استكمل عملية الحشد على أطراف إدلب، وبالتالي جزء من هذه الفصائل تريد أن تنهي الوضع من خلال عملية التصالح مع الدولة السورية، بينما جزء آخر يريد أن يخوض المعركة حتى نهايتها. الأمر الآخر والأهم هو الدخول التركي على خط محاولة اجتذاب عدد أكبر من الفصائل المسلحة في تلك المنطقة لاستكمال تشكيل ما سمي الجبهة الوطنية للتحرير، وهي مجموعة من المنظمات ذات الأغلبية الأجنبية، وبالتالي هذا الأمر دفع ببعض التنظيمات الأخرى للدخول على خط المعارك لمنع استكمال تشكيل هذه الهيئة التي يبدو أن تركيا تريد الاستفادة منها حتى اللحظة الأخيرة. أنت تقصد بهذه الهيئة هي تجميع للفصائل المقاتلة هناك؟ يعني كانت هناك أخبار تقول أنه يجري الآن تجميع الفصائل المقاتلة في إدلب في فصيل معارض واحد، هل هذا ما تقصده؟ نعم، هو هذا ما يحصل حاليا، وتركيا حاولت جذب جبهة النصرة للانضمام إلى هذا الفصيل من خلال القضاء على الوجوه البارزة والمعروفة إعلاميا من خلال أعمال الاغتيال والمفخخات وغيرها، وبالتالي تركيا تريد الاحتفاظ بالجسم الأكبر لجبهة النصرة أو ما يسمى هيئة تحرير الشام ليكون أيضا من مكونات تلك الهيئة التي تم الإعلان عن تشكيلها منذ حوالي شهر. وبطبيعة الحال حتى هذه اللحظة غرف العمليات لكل تلك المجموعات الإرهابية لا تزال تخوض صراعات من أجل تحديد من هي الجهة التي ستقود الصراع ضد الجيش السوري الذي يتقدم باتجاه محافظة إدلب.